هو عن 6 طرق لإيجاد الـ NB2، محدش علمها لك؟ وصلت نسبة وجود الـ NB2 في الأبر 6 دلوقتي لأكتر من 94%، وده معناه إنك لازم تاخد وقت أكتر فيها عشان تلاقيها، لأنها لما بتبقى ميسنج فده سبب كبير لفشل الإندو بتاعك. لو بصيت كده الإكس راي هنلاقي كل حاجة شكلها طبيعي وزي الفل، بس لما صوروها بزاوية مختلفة لقوا الـ NB2. طبعا لازم تبقى عارف ان من اهم اسباب انك ما تلاقيش الـ NB2 هو الـ Under Prepared Access. ما بنقولش تكبر الاكسس قوي، بس خلي بالك معلومة ان الـ NB2 بتبقى تحت الميزيوبكل في مسافة من 1 مليمتر ل 3 مليمتر في اتجاه البالاتال، يبقى لما تكون عامل اكسس حلو ومش لاقيها ده الاتجاه اللي تكبر فيه شوية. ندخل بقى في المهم، ايه هم الـ6 طرق؟ اول طريقة هي الـ White Line Test. لما بتكون شغال في سن نيكروتك وبتعمل اكسس هيطلع لك زي دست كده بيدخل في الاناتوميكال سبيسز، فده هيعمل لك صورة الوايت لاين وده هيساعدك تلاقي الـ NB2 اسهل. تاني طريقة هي الريد لاين تيست. طب لا انا مش كل اللي بفتحه نيكروتك، يعني هعمل ايه في الفايتال؟ بص يا سيدي، بعد ما بنعمل اكسس والبليدنج يهدى شوية، دي احسن لحظة بتبقى شايف فيها الـ NB2 والكنالز متوصلة ببعضها بريد لاينز كده، ده بيوضح لك مكانها. فبوس ايدك اعمل بلب اكستربيشن وما تمشيش العيان بعد الاكسس حتى لو مشغول. تالت طريقة هي بابل تيست، ودي تركة حلوة جدا خصوصا لو انت شغال بماجنيفيكيشن. بتجيب الـ NaOCl وتحطه في الكافيتي بتاعك بعد الاكسس، فيتفصل الصوديوم والكلورايد وده يخلي الاكسجين فري ويبدأ يطلع بقى، فده اول ما يلمس الاورجانيك تيشو بيعمل بابلز. رابع طريقة هي الكالوري تشينج تيست. هتلاقي دايما البابل فلور اغمق من الدنتين وولز، والروت مابز اغمق كمان من الفلور، فلو شفت حتة لسه غامقة بعد ما اشتغلت وانت واثق ان مفيش NB2، لا دور تاني. خامس طريقة هي الداي تيست، اسهل واحلى طريقة بقى. هتجيب ميثيلين بلو، حد هيقول لي وانا اجيبه منين ده؟ هتجيب بتادين يا عم، اي حاجة تصبغ لك الفلور، وتنقط كام نقطة كده جواه وبعدين تغسله بمية، هتلاقي الصبغة دي دخلت جوه الأورفيسس ووضحت لك الدنيا وبقت جميلة. سادس طريقة هي الإكسبلورينج، ودي الطريقة اللي بيستخدمها بتوع الإندو لأن إيدهم واخدة على الموضوع شوية أكتر من بقية الناس. إنك تلاقي الـ NB2 ده بيحصل على مرحلتين، الأولى إنك تلاقي التلاتة الأساسيين الأول الـ NB1، وبتكون أبعد عن الميزيوباكال كاسب بحاجة بسيطة، ديستوباكل شوية ديستال وبالتال للـ NB1، والبالتال شوية ديستال للميزيوباكال كاسب. التانية انك تعرف ان الـ NB2 تحت الميزيوباكال وهنلاقيه شوية ميزيال لو رسمنا خط بين الميزيوباكال والبالتال. طيب لقينا الـ NB2، احيانا بيبقى عليها دنتين تراينجل وصعب انك تشتغل جواها، فده بيتشال بايه بقى؟ اول حاجة بالالتراسونيك اندو تيبس، تاني حاجة باللونج شانك لو سبيد بيرس، وده يسهل ان ابقى شايف البير بيقطع فين بدل ما انا شايف الهيد وخلاص. تالت حاجة هي الروتاري فايل، متين كده وقوي زي الويف وان جولد باستخدام البراشنج موشن. رابع حاجة هي الاندو اكسبلورر، وده بيبقى أأمن كتير من اي حاجة من اللي قلناهم قبل كده وبتزق بالتب بتاعته. خامس حاجة هي المايكرو اوبنر، من كتر ما هي صغيرة لو دخلت الفايل مرة ممكن ما تشوفهاش تاني لو طلعته. المايكرو اوبنر عبارة عن فايل عادي بس الهاندل بتاعته شبه البروب، فبتخليك شايف انت شغال فين. معلومة مهمة بقى، فرصة انك تلاقي الـ NB2 من غير ماجنيفيكيشن بتوصل لـ 20%، لكن لو شغال بلوبس ممكن تلاقي 70% منهم. طبعا لو شغال بمايكروسكوب بقى هتلاقي اكتر من 85% منهم وانت وشطارتك. لازم تصور السنة بثري انجلز، ستريت، ميزيال شيفت، ديستال شيفت عشان تتأكد انها موجودة.